حضراتكم في مساء القاهرة، والكثيرون يؤكدون أن تمادي الأوضاع في ليبيا وعدم استقرارها يؤثر بطبيعة الحال على مصر وأمنها. والسؤال، ليبيا من الداخل ماذا يحدث فيها؟ ما خريطة التنظيمات الإرهابية فيها؟ كيف يتم السيطرة على هذه التنظيمات الإرهابية؟ وهل هناك فراغ بين الفريقين الحاكمين بها؟ هل الشرق الليبي منفصل عن الغرب الليبي؟ هو مين اللي بيتحكم في زمام الأمور هناك؟ حكومتين وبرلمان شرعي وآخر ما زال أعضاء متمسكين بمقاعدهم. مين اللي بيتحكم في زمام الأمور؟ وإيه دور الجيش الليبي في تنامي الأحداث؟ وهل يمكن الموافقة على تسليحه مرة أخرى؟ أو بصريح العبارة كده، هل ستنجح جامعة الدول العربية في الضغط على أوروبا وأمريكا من أجل تسليح الجيش الليبي؟ هل هناك خطر قادم من جراء تدخل خارجي في الداخل الليبي؟ هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة نحاول الإجابة عليها من خلال ضيوفي اللي منوروني في استوديو مساء القاهرة، مهندس زياد دغيم عضو لجنتي الأمن واللجنة التشريعية الدستورية بمجلس النواب، أهلا بحضرتك نورنا. والأستاذ إبراهيم الزغيد رئيس لجنة الاقتصاد والإسكان والمرافق في البرلمان الليبي، أهلا بحضرتك نورنا. بس تصحيح، لست رئيس اللجنة، عضو في اللجنة الإسكان والمرافق والاقتصاد. طيب كويس، فاولنا عليك. أهلا إن شاء الله معنا رئيس مش موجود، هو قد إن شاء الله في الخير. أهلا بحضرتك منورنا. نحن سعداء جدا باللقاء بحضرتك. والبداية دلوقتي بس بسأل حضراتكم، هو مين المتحكم في زمام الأمور دلوقتي في الداخل الليبي؟ أي حكومة هي المتحكمة؟ عندنا يعني تقريبا حكومتين وبرلمانين، وبرلمان مش عارفة إيه وبرلمان، يعني مين اللي ماسك الموضوع في ليبيا دلوقتي؟ أولا بادي انتهز هذه الفرصة لكي ننقل تهاني وتحيات الشعب العام الليبي ورئيس وأعضاء مجلس النواب لأهلنا وفي مصر رئيسا وحكومة ومجلس نواب وشعب بمناسبة ذكرى 64 لثورة 23 يوليو، ثورة الزعيم جمال عبد الناصر. ونتمنى لمصر التقدم والازدهار والنمو الاقتصادي لكي يعود بالتالي على الشعب العربي المصري الصديق والأخ. إجابة على سؤال حضرتك، الشعب الليبي عندما انتهت ولاية المؤتمر الوطني صدر قانون عن المؤتمر الوطني بانتخابات لمجلس النواب المؤقت، وبالفعل الشعب الليبي اختار على مستوى 13 دائرة انتخابية نواب، وبالتالي استحدث جسم جديد لأول مرة بعد المملكة وهو مجلس النواب. نعم. عقد اجتماع مجلس النواب. المؤتمر الوطني للأسف شديد لم يقم بالتسليم لهذا المجلس لقناعات خاصة به أو لضغوط ميليشيات هناك. استمر عمل في مدينة طبرق. ولا نستطيع أن نقول أن هناك في ليبيا برلمانين، هو برلمان واحد أو مجلس نواب واحد إنجاز التعبير المتواجد حاليا. بس في برلمان آخر لسه أعضاء ومتمسكين بمقاعده. هذا أظن نسموه فيه نحن مجلس مؤتمر وطني منتهي ولايته وليست له صلاحيات إذا كان تم تطبيق القوانين والشرعية. أنت هنا في مصر طبعا عندك مجلس نواب، لو قبل يتم انتخاب مجلس نواب في هناك جسم، معنى هذا الجسم هيكون ميت ومنتهي، هذه معادلة واضحة. فمجلس النواب الشرعي الذي احتفت به الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الإسلامي وكل المنظمات الدولية، إذا جسم شرعي انبثقت عنه حكومة مؤقتة أو حكومة معركة، لأن احنا في عايشين في ليبيا في معركة ما بين الحق والباطل، ما بين الجيش وما بين الإرهاب. فنستطيع أن نقول كل الحكومات اللي في طرابلس، سواء كان حكومة الغويل المنتهية اللي كانت مع المؤتمر الوطني أو الحكومة التي لم
تتحصل أو تمنح الشرعية أو الثقة من داخل مجلس النواب وليدة الاتفاق السياسي الذي وقف الصخيرات. وبالتالي نحن في ليبيا محترفين أو محترفين كليبيين على الأقل في الشرق الليبي وبعض الدول في الجنوب، بعض المناطق في الجنوب أسف، وبعض المناطق في الغرب شرعيتها هي الحكومة الموافقة، وبالتالي هي التي توقف اتفاقيات وهي التي تتمكن في الصفاء من العمل. ورئيس السيد عبد الله الثني ومعه الوزراء وهي التي توقف القرارات وهي تقوم بالزيارات لبعض الدول، ومصر تعرف ذلك جيدا. طيب التحديات السياسية التي تمر بها ليبيا هل تفوق قدرات حكومة السراج؟ اسمحي لي اولا بعد التحية والشكر والتقدير الذي تهزم هذه الفرصة للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للشعب الليبي وللحكومة الشرعية ولمجلس النواب، وأيضا التحية لكل الشعب المصري الشقيق. اليوم طبعا فكانت فرصة سعيدة بأن نلتقي بنظرائنا وزملائنا رئيس مجلس النواب المصري والأعضاء، والآن فرصة أن نطل عبر شاشاتكم الكريمة على شعبنا وعلى أهلنا في مصر، وإن شاء الله تكون إطلالة خفيفة ويكونوا ليس لنا ثقال. وهسألكم طبعا النهاردة تم إيه مع مجلس النواب المصري؟ بكل تأكيد. في نقطة سريعة تعقيب على كلام الأستاذ إبراهيم حتى نقيم المشهد بشكل صحيح، أن البرلمان السابق أو ما سمي بالمؤتمر الوطني العام كان إفرازاته أو تم السيطرة عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وعندما جاءت انتخابات جديدة التي جاءت بها من مجلس النواب قاموا بعملية الانقلاب ورفض تسليم السلطة وأصبحوا حكومة غير شرعية ومؤتمر غير شرعي. ولكن للأسف الشديد وعن طريق الحوار أو ما سمي بالحوار السياسي الليبي وعن طريق بعثة الأمم المتحدة المنحازة قامت ببدعة جديدة وهي طاولة الحوار الليبي أو هيئة الحوار السياسي الليبي، وكانت هذه الهيئة من لون سياسي واحد، ثم أنتجت إلينا اتفاق سياسي منحاز للإسلام السياسي الذي يسيطر على العاصمة عبر الانقلاب الذي ذكرته، وصولا إلى توقيع هذا الاتفاق في مدينة الصخيرات ومجلس رئاسي لا يقبل به الشعب الليبي، ولم يحظى حتى هذه اللحظة بموافقة المجلس النواب الشرعي بقيادة السيد السراج، وهي مجموعة تعبر عن جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة، وهي القاعدة فرع ليبيا، وأيضا بعض التحالفات الجهوية وخاصة من مدينة مصراتة إحدى المدن الليبية التي لديها مشروع للأسف الشديد وربما السبب في كل هذه الحروب التي تجري اليوم. والآن وقبل دخول الاستوديو تعد مصراتة وبعض المدن في منطقة الغرب الليبي مع هؤلاء التكفيريين والمتطرفين والمرتزقة الدواعش، تعد في جيش أيضا كبير لغزو منطقة الهلال النفطي ولغزو بنغازي مجددا. فأما فيما يخص من يسيطر على مدينة أو يسيطر على ليبيا، هناك شق أمني وهناك شق اقتصادي أو شق يتعلق بالأموال والمرتبات وغيرها. فيما يخص الشق الأمني، الجيش الليبي الذي نشأ بفضل الله سبحانه وتعالى ثم قيادة الفريق خليفة حفتر وأيضا دعم الأشقاء والأصدقاء يسيطر الآن على المنطقة شرق ليبيا بالكامل المحاذية للحدود المصرية، وتقريبا قد عادت الحياة الطبيعية في بمظاهرها، الدولة المدنية، وجود جيش وشرطة، وعودة الاقتصاد، والناس يعني وضعها جيد. المنطقة الغربية هناك مناطق أيضا تتبع للشرعية وتتبع لقيادة الفريق خليفة حفتر، هناك أنوية للجيش وضعها مستقر. أما بقية المناطق فالأسف الشديد هي تحت سيطرة الميليشيات، بعض هذه الميليشيات جهوية
وبعض عصابات، والبعض الآخر ميليشيات متطرفة دينيا. أما فيما يخص إدارة الحياة اليومية للناس، مرتبات وغيرها، فبفضل النظام المتبع المصرفي الذي كان يتبعه النظام السابق العقيد القذافي، كان يعتمد كثيرا على دور كبير للمصرف المركزي الليبي المركزي. المصرف المركزي يقوم ببيع النفط ويستلم في الأموال ويحولها بشكل مباشر في بخص باب بند المرتبات وبند الدعم السلع الأساسية، وبالتالي لا أهمية كبرى لوجود أو دور كبير لوجود الحكومات في شرق ليبيا. طبعا حكومة السيد عبدالله الثري، الحكومة الشرعية المؤقتة، هي التي تدير في شؤون الناس. يعني باختصار شديد نتكلم عن دولة بكامل معالمها الآن في شرق ليبيا، وشرق ليبيا نتكلم عن مساحة 860,000 كيلومتر مربع، يعني تقترب من مساحة مصر بالكامل. وهناك مازال مشاكل كبيرة في منطقة غرب وجنوب ليبيا، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تتحسن الأوضاع. نتمنى ذلك، ولكن سؤالي هو إيه مشاكل القائد خليفة حفتر مع حكومة الوفاق الوطني؟ هي ليست بصراحة حكومة وفاق وطني، هي حكومة جماعة الإخوان المسلمين والقاعدة ومجموعات جهوية. وبالتالي هؤلاء لا يريدون جيش، حاربوا الجيش، قاموا باغتيالات كبيرة في صفوف الجيش، عبارة عن استطاع المجتمع الدولي عبر بعثة الأمم تغيير الواجهة. كان هناك انقلاب في العاصمة، الآن منحت شرعية دولية عن طريق هذا الاتفاق السياسي الذي يجب أن نؤكد أنه حتى هذه اللحظة لم يتم منح ثقة البرلمان لحكومة السراج، وبالتالي تعتبر حكومة مقترحة وليست حكومة قد نالت يعني الثقة. ما فيش حكومة دلوقتي تقدر نتعامل معها أنها حكومة لا موجودة حكومة السيد عبدالله الثني. وهذا ليس فقط وجهة نظرنا، بل هذا خلاصة نصوص الاتفاق السياسي. الوضع في الداخل الليبي فعلا مربط، ربما يعني مش لينا بس احنا كمصريين او اي حد من برا ليبيا، ربما للليبيين يعني. يعني الوضع مش يحتاج الى توضيح. يعني احنا شايفين انه الشرق الليبي مش عارفه شويه في مكان، والغرب في مكان، مفيش يعني في انفصال، في فرقاء، يعني مش عارفه، يعني مش مفهوم الوضع. الشرق الليبي معقد. نعم، الشرق الليبي هنا هو مقر مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة الشرعية. نعم. وقيادة جيش حقيقي ينتصر كل يوم. ده الشرق الليبي. ده الشرق الغرب. في الغرب الليبي هناك مرت بمرحلتين، المضمون واحد ولكن الشكل هو الذي تغير. في البداية كان هناك حكومة انقلابيين من الإخوان المسلمين والمقاتلة اللي هم القاعدة وبعض المدن الجهوية أو العصابات الجهوية. استطاعت هذه المجموعة الانقلابية عبر الحوار الغير متوازن، عبر دعم الدول معينة، أمريكا وبريطانيا وإيطاليا تحديدا، أن تحظى بشرعية دولية ولكن بدون أن تحظى بشرعية محلية. هذه الحكومة معترف بها لدى أمريكا وبريطانيا وبعض الاتحاد الأوروبي، رغم أنها لم تحظى بثقة مجلس النواب. باختصار شديد، حكومة وصاية، حكومة عملاء، حكومة تم فرضها من الأجنبي، تم إدخالها إلى طرابلس عن طريق قوات إيطالية. بالأمس لما حدث حراك شعبي خرجت قوات إيطالية وقامت بضرب والتعامل مع المتظاهرين. حكومة من الإسلاميين المتشددين، هناك مشروع دولي لتمكين الإخوان المسلمين وإبقائهم في المنطقة بجوار في هذه المنطقة وبجوار مصر وتونس وغيرها. يعني ولكن الشعب الليبي واقف لهم بشكل صارم ولن ينجحوا بإذن الله تعالى. تمام، يعني سؤالي بقى، يعني أنتم في مجلس النواب دوركم إيه؟ يعني المفروض هنا بقى يأتي دور مجلس النواب في جمع الفرقاء، في عودة الشرق الليبي للغرب الليبي والغرب الليبي للشرق الليبي، في أن تكون ليبيا وحدة واحدة، صف واحد، مش ناس في الشرق وناس في الغرب وفرقاء على الأرض. أكيد ده مش لصالح الدولة الليبية ولا لصالح المواطن الليبي. تماما، نتفق معك في هذا السؤال.
تم تشكيل لجنة وهي لجنة الحوار. في تلك الفترة كان مبعوث الأمم المتحدة الداعم في ليبيا هو سيد ليون، وانتخب مجلس النواب 4 من النواب لكي يمثلوا مجلس النواب ويمثل الليبيين أين في لجنة الحوار. لجنة الحوار بين من؟ بين الفرقاء الذين تحدثت عنهم الآن، بين الشرق والغرب والجنوب، وحل جميع المشاكل اللي واقع على الأرض. حقيقة لكي نكون صادقين مع المشاهد الذي يتابع فينا الآن، كانت هذه اللجنة من أجل دعوة النواب المنقطعين. هناك نواب من مصراتة وبعض المناطق مش مقتنعين بوجود مجلس النواب في طبرق، أو مش مقتنعين أصلا، عليهم ضغوط من أهلهم أو من الميليشيات التي تدعم فيهم ويتبعوها. بعد ذلك توسع هذا الحوار بين الفرقاء إلى أن فقد السيطرة عليه من قبل ليون، وحتى لا نطيل في الإجابة انتهت مدة ليون، وأتى بعده مارثون كوبلر المبعوث الذي أربك المشهد في ليبيا كما أربكه ليون. ليون في تلك الفترة وسع الدائرة، عمداء البلديات، المشايخ، قادة الميليشيات جمع فيهم في الوقت اللي هو دوره كان ما بين نواب منقطعين ونواب متواجدين في قبة البرلمان. بعد ذلك أصدر بمعنى صح بعد حوار طال حوالي عام ونيف مخرجات ما يسمى بين ضفرين الاتفاق السياسي، تلك المسرحية الهزلية التي وقعت. مع قبل ذلك كان هناك مسودة تطلق عليها مسودة رقم 4 عرضت علينا في مجلس النواب، وقدمنا حوالي أكثر من 40 تعديل لهذه المسودة، وبعثت للجنة الحوار في تلك الفترة لما كان فيها سيد ليون. لم تتضمن هذه التعديلات للاتفاق السياسي حتى حرف واحد. عندما تم الاطلاع على الاتفاق السياسي وجدنا أن هناك تعديلات لم يتضمن الاتفاق السياسي، وبعثنا رأينا بذلك. ولكن للأسف الشديد عندما تم التوقيع في مدينة الصخيرات في المغرب، وبحضور للأسف الشديد نقوله بكل صدق بعض سفراء الدول الداعمين في للإرهاب في ليبيا، وعلى رأسهم وزراء خارجية الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا، وعلى رأسهم وزير خارجية تركيا للأسف الشديد، شنو علاقته بالمشهد الليبي ما أناش عارف، أيضا وزير خارجية قطر الذي مازال عند هذه الآن يبعث في المقاتلين والأسلحة عن طريق السودان الداعمة أيضا للإرهاب إلى مطاري معتيقة ومساتا، وحضروا معهم بعض وزراء خارجية بعض الدول زي أمريكا وبريطانيا، كل مجتمعين متواجدين مقيمين في الصياد، كل همهم هو ما عندهم مشكلة إلا مشكلة الليبيين، داخلين بثقلهم لكي ينجوا أو يخرجوا مجلس رئاسي لكي يستفيدوا منا بعد اعتماد الحكومة في مصالحهم. هناك بعض الالتزامات والديون لصالح بعض الشركات الغربية أمريكا وبريطانيا، مع ملاحظة أن بريطانيا نقولها بكل صدق أن هي داعمة للأخوان في كل مكان وتصرف عليهم. وبهذه المناسبة نحيي حقيقة دولة مصر ورئيسها وجيشها الذي حارب وطرد الأخوان من مفاصل الدولة ودخلهم للسجون، لأن فعلا اتضح أن الأخوان عندما يدخلون أي دولة في أي مؤسسة في أي حكومة، معنى هذا أنه هو، والحمد لله أنا بهذه المناسبة نحييكم افتكيتوا منهم، لكن وجدوا حاضنة في ليبيا، ولكن إن شاء الله حينتهوا من ليبيا. هل الحدود الغربية اللي هي بالنسبة لكم الشرقية، حدودنا المصرية الليبية، هل هي منطقة صراع؟ هل يعني فيها أعضاء لتنظيم القاعدة والميليشيات المسلحة، ومنطقة بيكثر فيها حوزة السلاح والميليشيات المسلحة؟ أول إجابة حنجاوبك أي حال، لكن أي حال خلينا نخرج من السؤال الأول، لأن أنت قاطعتيني قبل ما نوصلك المعلومة. لأن حضرتك يعني لمست وتر مهم جدا بالتأكيد هيهتم بيه الناس. نعم، فبعد ذلك وقعوا في الصخيرات على هذا الاتفاق السياسي في غياب
2 من اعضاء لجنه شباب المجلس النواب، مجلس النواب عنده 4، 2 قدموا استقالتهم مع دوش و2 قعدوا موجودين، اصبحت اللجنه غير شرعيه على الاطلاق. اثناء تواجدهم في هذه المسرحيه الهزليه اختاروا 2 من المتواجدين في الحاضرين وقالوا لهم تعالوا وقعوا معنا بشبه 4 تزوير مخالفين للقانون للعرف لكل شيء، وجابوا لنا اتفاق سياسي حاولنا نحن قدر الامكان نستطلع عليه، لقينا فيه مواد تتناقض تماما مع الوضع اللي نحن نبوه وهو الجيش، الوظائف السياديه مثل الاجهزه الركبيه ومحافظه صف ليبيا وقائد المخابرات وكذلك كل الاشياء. الان بعد ذلك تم اختيار حكومه، الحكومه الاولى من 30 وزير رفضها مجلس النواب، بعد ذلك قدم حكومه جديده كانوا يتمنوا انهم يتحصلوا على الثقه لهذه الحكومه ويشوفوا عملها. نحن قلنا في مجلس النواب لا يمكن باي شكل من الاشكال تشكيل حكومة قبل أن يتضمن الاتفاق السياسي، هو الاتفاق السياسي بمثابة عقد ما بين أطراف ما شاء الله. فقلنا لابد من التعديل للإعلان الدستوري ونضمن الاتفاق السياسي ويسمى تعديل 10، وهذا يحتاج إلى 134 نائب. بعض النواب الزملاء الداعمين للحكومة وللمجلس الرئاسي لم يحضروا لجلسات مجلس النواب لكي نعطوا نصاب قانوني باش نضم الاتفاق السياسي هذا من جانب، وبالتالي لم نجتمع بعد لتضمين الاتفاق السياسي الدستوري، وايضا لم يتم اعطاء الحكومات السراج ثقه، وبالتالي الان يفكروا في فلسه الوضع كما هو عليه، في انه الوضع على الارض ما فيش حكومه يعني واضحه، لا في حكومه اللي هي واضحه زي ما ذكرت انا زميلي، لكن بالنسبه للحكومه الجديده اللي بها المجتمع الدولي ولنبدا نقول حتى للاسف الشديد نقولها على قناتكم تم دعمها حتى من جامعة الدول العربية للأسف شديد بتحريض من قطر ومن الجزائر، وأيضا ساهم فيها حتى وزير الخارجية المصري. طيب ومكنوا للأسف شديد بعض المسؤولين من حكومة السراج لمفاصل المؤسسات التابعة للحكومة الليبية الشرعية. طيب. ومكنوا حتى رئيس المجلس الرئاسي بحضور اجتماعات جامعة الدول العربية. طيب. وهذا مخالف أيضا حقيقة للعرف والقانون. طيب سريعا أنا عايز أخذ سريعا جدا إيه اللي حاصل على الحدود المصرية اللي أيمن بيجاوبك على النقطة المهمة هذه، لأن هذه تم كمصريين وتمنا حتى احنا. أول نقطة العزيزة والكلام للسادة المشاهدين المصريين نطمنهم، نحن في ليبيا وفي الشرق بالذات ندافع على الحدود المصرية. لم تسجل حالة اختراق أمني على طول المسافة الممتدة من مطروح إلى غاية طبرق إلى غاية بنغازي إلى غاية سرت. هذا من جانب. من جانب ثاني لم تسجل أي مشكلة احتقال أو اغتيال أي واحد مصري في الشرق. هذا دليل قاطع على أن الجيش ثبت وجوده، وأيضا الشعب الليبي أيضا يدعم في هذا الجيش. نحن في ليبيا تحديدا وفي بركة وفي الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق أول بركة الخليفة بقاسم حفصه ندافع عن دول الجوار متمثلة في مصر والسودان وتونس والجزائر. هناك حديث عن بعض العصابات اللي بتختطف الأشخاص من جنسيات مختلفة يعني من أجل الحصول على المال يعني فدية. بالضبط كده. طيب سريعا وفي آخر سؤال، هل ممكن جامعة أو لا جامعة الدول العربية ممكن تقنع المجتمع الدولي وأخص بالذكر أوروبا وأمريكا في إعادة تسليح الجيش الليبي؟ بشكل سريع على الجامعة الدول العربية، وهذا ناقشناه اليوم، أن تعيد النظر في اعترافها بحكومة السيد السراج، لأن هذا الأمر لقد سيؤدي حتما إلى تقسيم ليبيا إلى أكثر من دولة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في ظل وجود حكومة السيد السراج بهذه الوضعية لا نتمنى ولا ننصح بتسليح رفع الحظر على السلاح على ليبيا، لأن هذا السلاح سيذهب إلى الجيش الذي شكلته الميليشيات وحكومة السراج حكومة الإخوان المسلمين، وبالتالي ستكون وبال وكارثة ليست فقط على ليبيا ولكن على كل. أنتم خايفين من تدخل خارجي في ليبيا؟ لا، هذا غير، لأن الشعب الليبي مسلح وبطبيعته يرفض التدخل وسيقاتل. بس إيطاليا كذا مرة يعني لو واحد كده ببعض ومش قادرين كيف يقولوا بالمصري أنهم يعملوا حاجة، يعني بقالهم أكثر من 40 يوم بيتكلموا على التدخل في داخل الليبي. يعرفوا الشعب الليبي جيدا، الشعب الليبي عارفينها في غزو عام 1900 وخاصة برقة، يعرفوا جيدا عمر مختار
نتمنى كل الخير لليبيا والشعب ليبيا. يعني احنا طبعا شعبين اشقاء، شعبين شقيقين، وتربطنا علاقات طبعا تربطنا علاقات تاريخيه، انتوا خوال اولادنا ونحن خوال اولادكم بالظبط كده. فيعني وعندنا مصلحه مشتركه وعندنا حدود مشتركه، نتمنى كل الخير. لا، وعندكم حوالي مليون وشويه ونيف من المصريين متواجدين على الارض ليبيا، ونحن بنهتم بهم ويعملوا معانا. اليوم وجهنا بعد اذنك، وهذا ربما بشر ايضا الشعب المصري، وجهنا الدعوة عبر مجلس النواب، ليبيا وخاصة شرق ليبيا آمن، لم تسجل حالة اختراق أمني، وأيضا لم تسجل حالة واحدة للهجرة غير الشرعية من شرق ليبيا. دعونا الشركات المصرية إلى الدخول في السوق الليبي والاستثمار وإعادة الأعمار، دعونا العمالة المصرية أن تعود من جديد. جزء من المخطط الأمني الذي يستهدف ليبيا يستهدف مصر اقتصاديا، ونحن ولكن مع وجود ضيوف اللي كانوا سبقونا، نحن مستبشرين بشباب مصر وكوادر مصر ستخرج دائما باذن الله من يعني النهارده كانت جلسه مثمره مع البرلمان المصري، جدا 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 هيبقى في تعاون ليبي مصري في الفتره القادمه من خلال البرلمان. احنا مشكلتنا في العرب دائما العناوين، احنا مش عايزين تعاون على الورق او في مؤتمرات بس كلام، احنا عاوزين حاجات حقيقيه. وايضا وجه الدعوه وجهناها عبر مجلس النواب الى رفع بعض المعاناه المسلطة على، إذا كان صح التعبير، على الجالية الليبية في مصر. كانت أيضا محل نقاش في موضوع السيارات، في موضوع المنافر، في موضوع التأشيرة، في موضوع الدراسة في الجامعات، وهذه كلها اتفاقيات موجودة فقط تريد نوع من ليس فقط تفعيل، تنفيذ دقيق لهذه بإذن الله تعالى، رغم تقديرنا للظروف الأمنية، ولكن وضعنا بعض الأفكار والآليات ناقشناها اليوم. نتمنى لكم كل التوفيق. أخيرا سريعا بهذه المناسبة، حقيقة من خلال استقبال السيد رئيس مجلس النواب المصري لنا اليوم، نود أن نقدم له تحية، هو والنواب الذين استقبلونا وجلسوا معنا وزملائنا. احنا جينا كل هنا للقناة، سيبنا العشاء وزملائنا مجتمعين معهم وفي نقاش موضوعي وشمولي، وأيضا استفادوا من ملاحظاتنا وكانت غايبة عن البعض، وكانت حاب لقاء أخوي، وأشادوا بالعلاقات الليبية المصرية، واعتبرناهم هم دعم لنا ونحن دعم واحد، زي ما يقولوا احنا جسم واحد في خانة واحد. يعني نحن بعد خروجنا الان سنعود ترجعوا على العشاء مع زملائنا النواب المصريين. احنا جايين من اجل الاجتماعات ووصول المعلومات وليس من اجل العشاء. ما هو عشاء عمل برضه، هو عشاء عمل. اشكركم شكرا جزيلا، نورتوني. مهندس زياد دغيم، عضو لجنتي الامن واللجنه التشريعيه الدستوريه في مجلس النواب الليبي، اشكرك شكرا جزيلا. واستاذ ابراهيم الزغيد، عضو لجنة الاقتصاد والإسكان والمرافق في مجلس النواب الليبي، أشكرك شكراً جزيلاً. إذن مشاهدينا، بكرة إن شاء الله مساء جديد في مساء القاهرة. شكراً.